عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. شحال ليه قد منا روحك؟ محمد ميار من الصخيرة. مرحبا بيك. عاشك. قلت لي تعرضت للمظلمة. بي تبدا تحكي لنا، فسر لنا الحكاية. قريت عملت فورماسيون في قرقنة، مشيت نعمل فورماسيون غادي بحكم عندهم نسبة كبيرة من الحاكم بحكم الحرقة وكل شيء. منهم نهارب نتجاوز اللي هما يعرضونا في الشارع ويقضوا تمنيكوا علينا بحكم نحن برينية وكل شيء. وين هذا؟ في قرقنا. في قرقنا عنا دي كارت ستاجير اللي هو الكارت تبين ان احنا عنا الحق باش نسكن نقر في قرقنا، فمن وقت يار الحاكم وقت يار الكارت ياكي مو سيبنا يزابينا سي يعني وقت يار الكارت ياكي يقعد يتمنيك ما عنده ما يعملنا. شنو هو بالضبط؟ يقعد يتمنيك عملنا انا قاري كوجينا فهمت يعملنا طبخت المستقبل وانا عندي صاحبي قسرين وعندي متوزر وكل شيء يعمله انت قسرين في الجاي تعمل هنا ولا الاخر متوزر جاي تعمل هنا فهمت كيفاش. منهم نهار نفكر فيها نهار الخميس 1 ديسمبر 2022 مشينا سهرنا انا وصاحبي مشينا سهرنا عملنا دور على الكورنيش وروحنا ارواحنا 8 متاع الليل. قلت له حمزه اسمه حمزه عمر قدم له تحيه ديجا. قلت له حمزه باش نرقد تو فهمتني وهكا رجل جوك وبعد تو قلت له حمزه انا باش نرقد كو كتحب تكمل تسهر ولا رجل جوك. قال لي يا حمى باش نخلي تليفونك يشارجي عندي. قلت له مريق قلت له هو المفتاح نتاع الدار انا نحن كارين غادي معناش فوي. قلت له مفتاح الدار يا حمزه وبرا اقضي امورك وهكا بعد تلقاهم في تليفونك مشارج. قال لي مريق مشي ورجع وقت اللي رجع هو سفور عليهم ومشى يدور على الكورنيش فهمتني شدوا الحاكم غاد وحمزه سكرت استاجير نتاعو عنده جوست دق تعريف شدوا الحاكم الضرب اللي نوصف لك ما رجاني مدمدم ده. ليش يضرب فيه الحاكم؟ شنو الاسباب يقولوا انت من القاسرين فاش قاعد تعمل هنا بنا سيفه جاي هنا يقول يعني من غير ما قام بحتى شيء معناها قاسرين يغزلوا قاسرين ما عنده حتى حق باش يجي القرق ويعمل له كيفاش تعديت كيفاش طلعت من بابور فهمت يعمل له عندي كالستاجيرة مسيتها في الدار يقولوا عم دلنا تليفونه. قالوا تليفوني في دار صاحبي اللي في دار ايان جوني الدار انا راقد واقسم بالله راقد يضرب صدموا عليه يضربوا فيه بالكف والبون والله بالكف والبون مش غير حتى اسباب غير حتى سبب طفل مش يبالوا بالرسم نحن حرقين طفل مش يبالوا نحن حرقين وقت اللي هبطوا علي اقسم بدين الله ورسلي نورت عيني نغزل قعدت نص ساعه بعد ما خرجوا هما ضربوني شبعوا فيا ضرب قعدت اكثر من نص ساعه نغزل للسقف نغزل بالسقف حبش نتوع باش فهم بلي نحب نقدم مساج بربي لاي عون او اي عون اسمعني فهم عوين بهير مش نكروش هذا اي عون حاب نوصل له مساج راهو مش الزي اللي تلبس فيه هو باش يعطيك قيمه وقدر انت لازم تعطيه قيمه وقدر حطها في مخك هذا راهو مش ازاي اللي تلبس فيه راك انت لازم تعطيه قيمه وقدر ما مش تمشي هكا وتعمل لي استغلال صفه ونفوذ ليا يا اخوي. عندي صحابي راهو بالرسمي الشباب سيئ ما عادش فيها عندي صحابي غادي في قرقنا تاع كل يوم تعرض للمظلم كل يوم كل يوم كل يوم والله اقسم بالله كجي نحسبهم غادي قديش قريت عام ونص والله منهم شهرين موقف من غير حتى سبب بلي باش عندي زيد حاجه اخرى راه وقت الكارت ستاجير فوق الطاوله يعمل هكا يشركها ويخرج علاش يشركها ويخرج باش خاطر هو شافها بعد ما ضربني فهمت يعني الحكايه مش ناقصه حتى شيء مش ناقصه حتى شيء هو شافني في الدار ما عنديش كارت ستاجير يضرب يا زوز ما عندكمش انا عندي كارت ستاجير انا ضربني وقت في النوم صاحبي ماشي بالو احنا مقاونين فهمت وقت الحكايه مع صاحبي وزوز عوينهم زوز عوين وهاو كنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك هكا هو هكا شنو نجم نقول لك الوقت هذا اقسم بالله وين تفكرها عصابي تفلت عبيد والله مسيين ما عادش فيهم برا امشي انت نعرفش عليك انا وصلت قرقنا ولا عبيد كل يوم غادي اقسم بالله عبيد نغزر لها قرقنيه غادي تكون سومي في الانواع الشيخه الكل باش يخرج من العالم اللي فيه روح ليش فما في قرقنا حاكم اكثر من العبيد حاكم اكثر من العبيد وصلوا مركز نتاع حارس وصلوا حرقوه فما مو في بالك قرقنا حرقه عندها كيفاش يقولوا فيهم عندها حد معين
ومش لهالدرجة. حاكم رو رو بش يضرب بش رو ياسر ياسر، وما نصح حتى حد يمشي لها بالرسمي، ما نصح حتى حد يمشي لها البلاصة هيك. كو أنا حق متاع ربي، أنا توش طالب طالب زوز العوان هيك، زوز العوان هيك قعدت راهم جي جمعتين وثلاثة نجري في الجرة، أقسم بالله كل نهار ماشي جاي المنطقة. حب العوان هيك مقابلهم نقول لهم فاش قام تضربوا فيه، حب العوان هيك مقابلهم نقول لهم فاش تضربوا فيه، أعطيني سبب مقنع يخليك باش تضربني. فاش قام الكرسة جين متاعي، الكرسة جين متاعي تتقطع وتطيش فوق الطاولة، غدوة نهزها اللي دارة القش تو هذا كلام. ياسرك ياسرك عبيد ولا يسمعني، الشباب عنده الحق اقسم بالله عنده حق، مش كان في قرقن في تونس كامل راه الشباب عنده حق كونسومي، راه فد من الواقع اللي عايش فيه صنع عالم اخر لحياته، فد سيء قال لك يزي هنا صنع عالم اخر لحياته شيخ، فهمت كيفاش؟ سيء ما عادش ما عادش باش تعيش معاهم قلب طيب وضحكه وسيء، العالم البرا قوي ياسر يتعيش الند الند والبقاء الافضل. انت خسرت قرايتك؟ ليه قرايتي كملت كملت الجا نحمد ربي، جات في البريود الاخيره نتاع القرايه، في بريود الستاج نتاعك يرحم والديك، في بريود الاخيره اقسم بالله كان جات بريود، لا لا سيء مبطل عندي مده مش الحمد لله يا ربي، وديجا لي تو في الشاتي وبطل وربي ينوب علينا ان شاء الله يا ربي بخدمه امين يا رب. هكا وانا مساجي الوحيد نحب نعاون نقابل العوان هذا مزوز، سؤالي الوحيد سؤالي الوحيد علاش تضربوا فيه؟ والله مصابحكم نقول انا مربي هاك علاش قول لي علاش تضرب فيا وعلاش تهضم علي الدار، سبب مقنع كاو سيتو هكا الكلام نحب نوصله فهمت ويزي راه ما عادش فيه ولا ما عاد فيه، الشباب تعب راهو مش نعودها، راهو فما عوان باهين ما ننكروش هذا، فما عوان باهين وفما عوان يستغلوا الصفه والنفوذ نتاعهم، يستغل اللي هو نعرش سفور عليه شنو اخرتك انت اخويا، اخرتك راه 3 سنين تالي و 4 سنين تالي كنت تاخذ بالدينار وبال 2000 من عند بوك. تو بلي مساج للشباب نحب نوصل الكل، اي جست ربي نوب علينا فهمتني بخرجه ولا ديجا للشباب صنعوا لهم ثلاثه بلايص اللي هو الحبس والجبانه ولا موته في البحر. طف عليك شيء ام هذا او ليه بالرسمي سيء ما عادش فيها البلاد هذه كل ولا ديجا نقدم مساج للشباب الكل في تونس كامل جست ساعة البير اللي ربي سالنا في خرجة نعرفش سوا بال عرش بارفيزا ولا بأمور غير قانونية، ديجا الدولة صنعت للشباب عنده ثلاثة بلايص ثلاثة كهوم فمش أربعة، يا موتة في البحر يا في الحبس يا في الهروب كهو، ما عادش سيء تونس سيء سيفيني تونس مش يقعدوا فيها كان الشياب كان شياب ونعرش دي بي بي ولا كاو، بالنسبه للشباب راه بجي نهار تستحقهم على فكره، سجل تونس هذا بجي نهار وتستحق الشباب اللي مهمش تو مهمش دار الثقافه في الصغير عنده 5 سنين تو ولا اكثر مسكر، عملوا حلوا فيها شانتي تو مسكر، وعندنا عباد مواهب سواء في الغناء سواء في التمثيل سواء ما مش لاقين حظهم سي ما عادش مش تحبنا مش نوصل وين باش نوصل باش نوصلوا، بعد يقول لك زاتلة زاتلة عنده الحق عنده الحق العباد عنده الحق العباد ولا تحربش ما عادش ولا بالرسمي ما عادش عباد سي صنعت انا قلت لك صنعت عالم اخر بخلاف العالم تعيش فيه، فدت من الواقع بالرسمي واقع مزمر نعيشوا فيه تو صنعت عالم اخر كاو، وهاك الكلام اللي عندي وان شاء الله مساج يوصل له كاو. خلي لك الكلمه الاخيره هاك اي عون ظالم ما ننكروش هذا فما عون باهين اي عون ظالم حسبي الله ونعم الوكيل فيك كو.